الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذا اللقاء الذي يعقد ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي والذي تعقده وزارة الأوقاف لهذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى، وبرعاية مباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي نحمد له هذا الجهد المبذول، ولرجالات وزارة الأوقاف الذين جعلوا بيوت الله تبارك وتعالى منارات يهتدى بها، وأعادوا إلى بيوت الله تبارك وتعالى وإلى المسجد دوره السابق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجله أنشئت بيوت الله تبارك وتعالى. فأنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ولم يكن فقط للعبادة، ولكن كان للمسجد دوره الهام في تربية جيل لم تعرف البشرية مثله، رباهم أعظم معلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشرف بقعة وهي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباهم وعلمهم وأخرجهم للدنيا ينشرون الهدى وينشرون نور الإسلام. فكان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة للعلم، وكان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة وزارة للخارجية، فكان صلى الله عليه وسلم يستقبل فيه الوفود، وكان إذا خرج للجهاد خرج من المسجد، وإذا عاد من سفر أو من جهاد عاد إلى المسجد. فللمسجد دوره الهام والفعال في التوعية، وأهم هذه الأدوار وهذا الذي تحرص عليه وزارة الأوقاف ويحرص عليه معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة منذ أن تولى الوزارة، وهي أهمية الوعي وأهمية الفكر. إن الوعي هام جدا في حياة المسلم، فالمسلم يجب أن يعي كل كلمة تقال، وأن يعي كل كلمة يسمعها، وأن يعي كل شيء يراه وينظر فيه بعمق. ولهذا تحرص وزارة الأوقاف على مثل هذه الفعاليات وهذه اللقاءات الهامة من خلال كوكبة من العلماء الذين يوضحون ويبينون وسطية ومنهج هذا الدين العظيم الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعقد هذا اللقاء الطيب المبارك تحت عنوان علامات قبول الطاعة. الحضور الكرام، إن الله تبارك وتعالى غني عن طاعة عباده، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيته، فهو القائل سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لذلك فإن العبد أحوج ما يكون إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى، بل والأهم من ذلك أن يحرص على أن ينال هذا العمل القبول من الله عز وجل. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يقبل منهم. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نسأل الله عز وجل القبول لأعمالنا،
الحضور الكرام، نتوجه بالشكر في هذا اللقاء الطيب، ويحضر معنا هذا اللقاء الطيب الدكتور محمد الجهري مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، والشيخ حسين راضي مدير إدارة أوقاف الشروق، والشيخ حسام صبري مفتش بأوقاف الشروق، والشيخ عبد الله حسان المفتش بأوقاف القاهرة، والشيخ محمد عبد الكريم إمام المسجد. ونتوجه بالشكر إلى سيادة اللواء أحمد الملا رئيس مجلس إدارة هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى. معنا خلال هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة فخر الجندي، وفضيلة الشيخ محمود الأبيدي، ومعنا قائلا فضيلة القارئ الشيخ ماهر الفرماوي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. خير بداية لهذا اللقاء الطيب القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ ماهر الفرماوي. Oh.
تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا أيها الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاهر ماهر الفرماوي في مستهل هذا اللقاء الطيب، والذي يعقد ضمن الأسبوع الثقافي تحت عنوان علامات قبول الطاعة. إخوة الإيمان، إن المؤمن لا يجب أن يغتر بعمله ولا بطاعته، وإن الذي يجب أن يحرص عليه المؤمن هو أن يحمل هم قبول هذا العمل وهذه الطاعة. لذلك يقول سيدنا علي رضي الله عنه: لا تهتفوا لقلة العمل واهتفوا للقبول، ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. لذلك فالأهم والهدف والغاية من وراء أي عمل صالح ومن وراء طاعة، وأن يصل المؤمن بهذا العمل وبهذه الطاعة إلى قبول الله تبارك وتعالى، وأن يلجأ إلى الله عز وجل أن يتقبل الله عز وجل منه هذا العمل. لذلك نجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة، وذكر منهم ثلاثة: مجاهد في سبيل الله، ومنفق ومتصدق، وقارئ للقرآن. فيؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله عز وجل، ويؤتى بنعمته
فيعرف بها فيعرفها، فيقال له: وماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب، قاتلت فيك حتى قتلت شهيدا، قتلت شهيدا. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه في النار. ويؤتى بالمنفق الغني المتصدق، ويؤتى بنعمته فيعرف بها فيعرفها، فيقال له: وماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب، ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. فيقال له: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواب وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه في النار. ويؤتى بقارئ القرآن أو بالعالم، ويؤتى بنعمته فيعرف بها فيعرفها، فيقال له: وماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب، تعلمت فيك العلم. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم أو قارئ وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه في النار. لذلك أهم أسباب قبول العمل وقبول الطاعة هو الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إخوة الإيمان، مع هذه الكلمة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة فخر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلي عليه. آيات كريمة استمعنا إليها من هذا النور الذي نزل على النور بواسطة النور إلى النور. القرآن الكريم نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نزل من النور وهو الله، الله نور السماوات والأرض. على النور أي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال المفسرون: إن المقصود بالنور هنا هو رسول الله. بواسطة النور أي بواسطة سيدنا جبريل، وجبريل من الملائكة، والملائكة قال في حقها سيدنا رسول الله أنها خلقت من النور. إلى النور أي إلى أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فالله عز وجل نور، والرسول صلى الله عليه وسلم نور، والقرآن الكريم نور، والمؤمن نور. فاللهم أتمم لنا نورنا يا رب العالمين. لقاء المنير من هذه اللقاءات التي تعقدها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالأسابيع الثقافية العلمية الرصينة. واليوم لقاؤنا يأتي تحت عنوان: علامات قبول الطاعة. فما هي الطاعة؟ بإيجاز شديد، الطاعة في أدق معانيها أن تلتزم وأن تجتنب. ألتزم ماذا؟ ما جاء من أوامر في الشرع الشريف. أجتنب ماذا؟ ما جاء من نواهي في الشرع الشريف. طيب، ليه عملية الالتزام والاجتناب؟ لأن الشرع الشريف كله نور، وكله رحمة، وكله جمال، وكله إنسانية، وكله سمو، وكله بر ووفاء وذل. فمن اتصلت نفسه بالشرع الشريف، يعني إيه؟ يعني أوامر ونواهي، آنس من هذا النور فكان أهلا للنور، وآنس من هذا الجمال فكان أهلا لصناعة الجمال، وآنس من هذه الإنسانية فكان أهلا لصناعة المعروف والإنسانية، وهكذا. يبقى كلمة الطاعة في أدق معانيها أن تلتزم أوامر الشرع الشريف وأن تجتنب النواهي التي جاءت في الشرع الشريف. هذه كلمة الطاعة كده بإيجاز شديد. طيب، خلي بال حضرتك، هو حضرتك لما تلتزم ما جاء في الشرع الشريف وتجتنب النواهي،
الأوامر والنواهي اللي موجودة في هذا الشرع في القرآن أو السنة النبوية المشرفة، هل هذه الأوامر والنواهي تقييد لحركة الإنسان أو تضييق على الإنسان؟ اعمل ما تعملش، افعل لا تفعل، لا انتبه. الأوامر والنواهي تعد كقوانين لصيانة الإنسان منا في الدنيا والآخرة. حضرتك تسمع عن حاجة اسمها الحرفة، صح ولا لا؟ في مصطلح كده اسمه الايه؟ الحرف. هناك صانع وهناك حرفي. الصانع هو الذي يوجد امرا معدوما، ده ابتكر شيء. الحرفي هو الذي يقوم بصيانه الصنعه، ادي مفهوم كلمه الايه؟ الحرف. طيب انت ايها الانسان صنعه من؟ من الذي ركبك في هذه الصوره؟ من الذي خلقك؟ فابدا الله سبحانه وتعالى. مطلوب منك ان تكون حرفيا لهذه الصنعه. يعني ايه حرفي؟ ها قلنا من شويه ان ايه هو الحرفي؟ ان يقوم بصيانه هذه الايه؟ هذه الصنعه. كيف استطيع ان اقوم بصيانه هذه الصنعه؟ ازاي ابقى حرفي؟ احنا لسه قايلينه من شويه، اللي هي الطاعه، اللي هي ايه؟ ان تلتزم الاوامر وان تجتنب النواهي. الامر ده يكسبك ايه؟ الحرفية في صيانة الصنعة الإلهية، هو ده المقصود. يبقى كأننا لما بنقول الطاعة لسه ما دخلناش على القبول وعلامات القبول، بس احنا بنقرب لحضراتكم مفهوم الطاعة يعني ايه. فالطاعة هي الحرفية لصيانة هذه الصنعة. الطاعة هي أن تلتزم الميزان الإلهي الذي أودعه الله في الكون. ما هو هذا الميزان؟ افعل ولا تفعل، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الشيء الذي لا يستغني عنه أي إنسان التوفيق. ما هو الشيء الذي لا يستغنى عنه؟ التوفيق. فإذا وفقت إلى عمل ما أو إلى طاعة ما أو إلى تصرف ما، فهذه نعمة تستوجب الشكر والحمد منك لله عز وجل. ولكن هذا التوفيق لا يتم إلا بنعمة أخرى هي أعظم منه. ما هي هذه النعمة؟ نعمة القبول. يبقى احنا عندنا كم نعمة هنا؟ نعمتين. النعمة الأولى إن ربنا أصلاً يوفقك لهذا العمل. طيب النعمة الثانية عشان يبقى في تمام للنعمة أن يرزقك الله عز وجل القبول. وذلك سيدنا الإمام علي كان يقول لنا إيه؟ لا تهتموا بقلة العمل حتى لو عملك قليل، ولكن اهتموا بإيه؟ بالقبول. ده كلام سيدنا الإمام مين؟ علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب تعالوا نخش بسرعة كده وبإيجاز شديد. من علامات قبول الطاعة أول حاجة ما أشار إليه أستاذنا الكريم، الإخلاص. في حاجة بنسميها إخلاص الإيه؟ ها؟ النية، صح؟ طيب أنت تعرف النية دي جت إزاي؟ تعرف حضرتك إن في مراحل بتسبق النية؟ شو الموضوع يعني؟ أنا عندي حاجة اسمها الخاطر، نركز بقى مع بعض، وحاجة اسمها الهاجس، وحاجة اسمها حديث النفس، وحاجة اسمها الهم، وحاجة اسمها العزم، وبعدين تيجي آخر حاجة اللي احنا بنقول عليها إيه؟ النية. اللي احنا بنقوله ده اسمه إيه؟ مراحل صناعة العمل. تخيل العمل اللي حضرتك هتعمله، ايه العمل ده؟ قول، فعل، تصرف، سلوك، تعبير، اي شيء هيصدر عنك ده بنسميه عمل، بنسميه حركة حياتية. بس قبل ما يترجم عمل او قول او فعل في مراحل بتسبق هذه النية. بالراحة كده معايا، لان ده من علامات قبول الطاعة اللي بنتكلم عنها. يعني ايه بقى خاطر وهاجس وحديث نفس وهم وعزم عشان اوصل للنية؟ صلى على سيدنا رسول الله. الخاطر ده فكرة بتمر كده إلى الذهن لكنها لا تنزل إلى القلب، يعني فكرة كده عبرت مجرد إيه؟ عبور وانتهت، ده اسمه إيه؟ ها؟ الخاطر. طيب إيه الهاجس؟ فكرة عبرت إلى الذهن ونزلت فين؟ للقلب، بس ما استقرتش، ما خدتش وقت، ما فكرتش فيها، ده اسمه إيه؟ ها؟ الهاجس. طب حديث النفس، فكرة مرت إلى الذهن واستقرت في القلب وبدأت تتردد في النفس، بدأت ايه؟ تاخد وقت طويل وحديث كده وتتكلم بالفكر، بس انت ما خدتش قرار، ما رجحتش حاجه، ده اسمه ايه؟ ها؟ حديث النفس. طيب ايه بقى الهم؟ فكره عبرت الى الذهن، استقرت في القلب، اخذت وقتا من التفكير وبدأت تفكر، انفذ ولا ما انفذش؟ اعمل ولا ما اعملش؟
يبقى انت في مرحله اتخاذ الايه القرار اسمها مرحله الهم. طيب مرحله العزم ان الفكره استقرت، عبرت الى الذهن، استقرت في القلب، خدت مساحه من التفكير، بدات بقى ترجع هعمل او ما اعملش. يعني دي مرحله اتخاذ الايه اتخاذ القرار. خدت قرار، عملت او ما عملتش، هي دي اخر حاجه اللي احنا بنسميها ايه النية. يبقى انت متخيل مراحل صناعه العمل؟ لما تعمل عمل كده او قول اي شيء يصدر عنك، طبعا حضرتك ما تاخدش بالك من ده كله، اهو ده كله بيمر على حضرتك مراحل صناعه الايه صناعه العمل. اسمع بقى كلام سيدنا النبي، انما الاعمال بايه اهو، ايه المقصود؟ شوف المقصود الجميل، لاحظ هذا الكلام المنير الذي جاء على لسان سيدنا رسول الله، انما الاعمال بالنيات. ما انا شرحت لحضرتك اول ما اوصل للنيه هي في البدايه كانت ايه؟ فكره، صح ولا لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول لك اول ما الفكره تيجي في ذهنك على طول استدعي مين؟ استدعي الحق سبحانه وتعالى، اجعل الله في خاطرك. مش احنا قلنا اول حاجه الخاطر اللي بفكره، اجعل الله في خاطرك، لا تجعل شيئا يصدك عن الله عز وجل. ليه؟ لانك لو جعلت الله في خاطرك من اول مرور الفكره اللي ممكن تتحول لهاجس لحديث نفس الهم العزم النيه لفعل عن الحقيقه، ما دمت جعلت الله في خاطرك خلاص، يبقى هذا العمل الذي سيترجم من هذه المراحل هيبقى عمل يوافق ايه؟ يوافق المنهج الالهي ويوافق مراد الله سبحانه وتعالى، وهو عند الله مقبول ان شاء الله عز وجل. يبقى اول حاجه من علامات القبول اخلاص النيه لله عز وجل. العلماء كانوا يتكلمون في الاخلاص يقولون ايه؟ الاخلاص ان تتوافق حركه جوارحك مع انفعال قلبك. ايه الكلام دوت؟ ما احنا قلنا بقى حركه الجوارح، كل جارحه الجوارح هذه قهرها الله لك وسخرها لك وجعلك سيدا عليها، فهي لا تتأبى عليك، روحي يمين حاضر، اعمل ده حاضر، روحي شمال ما فيش مشكلة خالص، دي الجوارح كلها جعلك الله سيدا عليها وقهرها الحق سبحانه وتعالى لك. جميل قوي. كل جارحة لها مجال في الطاعة ولها مجال برضو فين؟ في المعصية. يعني مثلا اللسان جارحة، وظيفة هذه الجارحة الكلام أو النطق. طيب أنا ممكن أستخدم الوظيفة دي في طاعة وممكن أستخدمها برضو فين؟ في معصية. اليد جارحة وظيفتها أن تتحرك وأن تعمل، من الممكن أن أستخدم هذه الجارحة في طاعة ومن الممكن أن نستخدمها فين؟ في معصية. فكل الجوارح لها مجال في الطاعة ولها مجال في المعصية. إحنا عايزين نفهم الإخلاص. أقول لحضرتك القلب نفس الكلام، ما هو القلب جارحة من الجوارح، ما هو عمل القلب؟ مع اعتبار أن عمل القلب لا يرى ولا يسمع، من الذي يطلع عليه؟ الله سبحانه وتعالى. إيه بقى عمل القلب؟ هو حاجة واحدة بس، ها؟ الإخلاص. إذا كان الجوارح لها مجال في المعصية فتوبة هذه الجوارح أن كفها عن فعل المعاصي. طب القلب ليه مجال في المعصية أي؟ ومعصية القلب النفاق، الرياء، السمعة، اللي هو علامات إيه بقى؟ عدم قبول الطاعة، صح ولا لا؟ يبقى أنا عايز أكف القلب عن هذه المعصية، على طول أتوب القلب إلى مين؟ إلى الإخلاص. ولذلك إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ هو القلب ده الذي أوقفه الإنسان لله عز وجل، جعلت قلبك وقفا لله عز وجل. طب ليه القلب؟ لأنه الذي يحكم حركة الجوارح، فإذا كان القلب خالصا لله بالتبعية أصبحت الجوارح خالصة لله، ولا يصدر عن هذه الجوارح أي تصرف إلا وستجده موافقا للفطرة، موافقا لمنهج الله، موافقا لمراده عز وجل، صانعا لكل خير وكل إيه؟ وكل جمال. يبقى آدي علامة من علامات قبول الطاعة، الإخلاص في النية. ولذلك العلماء كانوا يقولون إيه؟ ما من عمل تقدمه لله عز وجل إلا ويكون هذا العمل، خلي بالك من العبارة اللي جاية دي، إما أن يكون حيا عند الله وإما أن يكون ميتا. إيه حي أو ميت؟ حي يعني مكتوب له القبول، ميت يعني مكتوب عليه عدم الإيه؟ عدم القبول. طيب ما سر قبول الأعمال؟ ما سر عدم قبول الأعمال؟ الإخلاص، هذا السر الذي أودعه الله قلب من أحب، ونسأل الله أن نكون منهم جميعا. طيب كمان شيء من علامات قبول الطاعة المسارعة في الخير. ولذلك القارئ الكريم الدكتور ماهر كان بيقرأ فبدأ بإيه؟ وسارعوا إلى مغفرة.
خلي بالك، خلي بالك معايا، في فرق بين ان انا اقول سارع الى واقول سارع في، فرق واسع. اقول سارع فلان الى الخير بمعنى انه كان بعيدا عن الخير ويريد ان يدخل، لسه عايز يدخل فين؟ في الخير او الى الخير. لكن لما اقول سارع فلان في الخير وهو فعلا فين؟ في الخير، لكنه يريد ان يرتقي ارتقاء اخر اسمى في صناعه الخير، خلي بالك من المعنى. ماشي؟ طيب، يبقى من علامات قبول الطاعه المسارعه في فعل الايه؟ الخيرات، صناعه المعروف، قيم البذل والسخاء والعطاء والجود والتكافل والتراحم، فقه المواساه، فقه الشعور بالاخر، كل ما يؤدي الى هذه المعاني النبيله وما يشبهها مما حث عليه الشرع الشريف القران والسنه النبويه المطهره. يبقى وخلي بالك برضه، ولعل هذا من رزق الله اليه، في فرق بين السرعه والعجله. في فرق بين ايه؟ السرعه والعجله. السرعه والعجله يشتركان في معنى ويختلفان في اخر، اقولها لك بطريقه بسيطه قوي. يشتركان في معنى ايه؟ تقليل الوقت. يعني انا اقطع المسافه من مكان الى مكان مثلا في نصف ساعه. فلو انا سرعت الدنيا او كان في عجله ماشي قطعت المسافه دي في 20 دقيقه، فحصل ايه في الوقت؟ قال يبقى السرعه والعجله يشتركان في معنى اللي هو تقليل الايه؟ الوقت عند قطع المسافات. طب يختلفوا في ايه بقى؟ تعالى اقول لحضرتك بيختلفوا في ايه؟ عكس السرعه ايه؟ احسنت. فلان اسرع، فلان ابطا. مين فيهم الممدوح ومين فيهم المذموم؟ اللي اسرع ولا اللي ابطا؟ ها؟ الاسرع هو الممدوح، صح ولا لا؟ يبقى ده امر ايه؟ محمود. طب هات العجله. عكس العجله ايه؟ برافو، التأني. طيب، فلان تعجل، فلان تأنى. مين فيهم بقى اللي محمود ومين فيهم اللي مذموم؟ يبقى لما اجيب عكس الكلمتين اعرف مين فيهم المحمود ومين فيهم الايه؟ المذموم. ولذلك ايه؟ في التأني، ها؟ صح ولا لا؟ طيب وانتوا عارفين الباب، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. يبقى من علامات قبول الطاعه اخلاص النيه، من علامات قبول الطاعه المسارعه فين؟ ها؟ في الخيرات، مش قبول طاعه بس، ده قبول دعاء كمان. سيدنا زكريا عليه السلام كما تعلمون القصه يعني نفسه في الولد، ومش نفسه في الولد عشان يحمل اسمه، ده نفسه في الولد عشان يحمل المنهج الالهي، يرثني ها ويرث من ال ايه؟ كويس. لما دعا ربنا سبحانه وتعالى رب لا تذرني فردا وانت خير، هل استجاب الله له؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له لي. احسنت. شوف انهم كانوا ايه؟ يسارعون في الخيرات. فاذا مسارعتك في الخير دليل على قبول الطاعه ودليل على قبول الدعاء منك ان شاء الله عز وجل. من علامات قبول الطاعه العمل الصالح، انك عملت عمل صالح فربنا يوفقك لعمل صالح ايه؟ لعمل صالح بعدين. وهذا ما اختم به، من عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. شوف نص القران الجميل، فلانفسهم يمهدون. كلمه يمهدون دي مشتقه من مهد الطفل. ايه مهد الطفل ده؟ الفراش اللي احنا بنهيئه للطفل. هل ينفع ان انا احط فراش كده فيه لتؤات او فيه شيء كده؟ ده بيجي الاب ويجي الام يقوموا بتهيئه الفراش حتى يناسب هدوء هذا الطفل ويضمن له يعني السكون والراحه والهدوء، صح ولا لا؟ احنا بنعمل كلنا كده مع اولادنا. طب ايه المعنى المراد في الايه؟ فلانفسهم يمهدون. حضرتك لما تعمل عمل صالح بيسبقك هذا العمل الى الجنه ليمهد لك فراشك فيها، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الكلام كثير وفير عن علامات قبول الطاعه، ولكن احببنا ان نؤصل لحضراتكم ما هو مفهوم الطاعه حتى ندرك الامر جيدا وبعض العلامات، غير اننا نستمع ان شاء الله الى ما تبقى من زميل الكريم. نسال الله سبحانه وتعالى، اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسالنا عن شيء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة فخر الجندي على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يعقد تحت عنوان علامات قبول الطاعة. ونأخذ من كلام أستاذنا وعالمنا أنه قال:
حتى يقبل العمل لا بد أن تكون حركة الجوارح موافقة لحركة القلب. والشيخ الشعراوي رحمه الله له مقولة جميلة في هذا المعنى، يقول: إن الله عز وجل لا يريد قوالب تخضع، ولكن يريد قلوبا تخشع. ومن علامات قبول الحسنة أن يوفق المرء لحسنة ولطاعة بعدها. لذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة كلها فقال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. يقول الحسن البصري في هذه الآيات: لا تمتن بعملك على ربك وتستكثره. ويقول ابن القيم: كلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية، وعرفت الله وعرفت النفس، وثبت لك وتبين أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله الله عز وجل بكرمه وجوده وفضله، ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وفضله. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الشيخ محمود الأبيدي. استعادة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام للأتمان للأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، في مبدأ كل أمر ومنتهى. على نفس الدرب أسير، وأسير خلف شيخي وسيدي الدكتور أسامة، حيث تحدث عن مراحل صناعة العمل. على نفس الخطى أقول وبالله التوفيق أن للطاعة أدوات ومراحل. من أهم أدوات الاستمرارية في الطاعة كثرة الذكر، فما لا يقضى بالفكر يقضى بالذكر. والله تبارك وتعالى أمرنا في القرآن فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وعلمنا أشياخنا أن من كثرت أذكاره كثرت أنواره، ومن كثرت أنواره صفت أسراره، ومن صفت أسراره كان في حضرة الله قرار. إذا كان الشيخ قد تناول الحديث عن النية، فإن العلماء قد فصلوا الذكر إلى مراحل ثلاثة: ذكر العوام، وذكر الخواص، وذكر خواص الخواص. ذكر العوام باللسان، أن يذكر الإنسان وأن يشكر. ومن علامات قبول الطاعة أن تستغفر، فما دمت تستغفر فإن الله يغفر. ننتقل إلى مرحلة أعلى للترقي لذكر الخواص، وهو بالقلب والجنان. فإذا صمت اللسان ذكر القلب، وذكر خواص الخواص بالروح والسر، فيذكر الإنسان حتى وهو نائم. ومن هنا ينظر إلى أثر الطاعة في الجوارح وفي القلب وفي الروح، وينتقل الإنسان فينتقل من إنسان عادي إلى إنسان من الخواص، ثم بعد ذلك إلى خواص الخواص، أو إن شئت فقل من مسلم إلى مؤمن إلى محسن. طيب، هذه هي الطريقة أو باب من أبواب القبول، أو باب من أبواب الاستمرارية والمداومة. هل العبرة بالسير أم بالوصول؟ هل العبرة بالبدء أم بالتمام؟ أذكر لحضراتكم قصة قصيرة في دقائق معدودة.
لرجل صحابي من صحابة سيدنا رسول الله يسمى ضمرة ابن جندب، وأرجو أن تحفظوا الاسم لأن له فضل ومكانة عند الله وعند سيدنا رسول الله وفي القرآن. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة تخلف ضمرة بسبب كبر السن والمرض، فسمع عن رسول الله في مكة ما يؤذيه، فنوى أن ينتقل وأن يهاجر إلى المدينة المنورة لحاقا بسيدنا رسول الله. وبعد أن جهز العدة انتقل من مكة في طريقه إلى المدينة، وفي منتصف الطريق زاد عليه المرض وبدت علامات الشيخوخة، فوقف في منتصف الطريق متألما حزينا باكيا يضرب كفا على كف ويرفع يده ويقول: بهذه أعاهد الله وبهذه أعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مات. نزل أمين وحي السماء إلى سيدنا رسول الله ليخبره بما حدث لضمرة في الطريق، ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام وتلا عليهم ما نزل عليه من القرآن، ثم أخبرهم بالحديث الصحيح الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان الله ورسوله إلى الحديث. فصار الصحابي الجليل هو الصحابي الوحيد الذي فيه قرآن وسنة. شوف العظمة بقى، لأنه بدأ لكن بصدق وإخلاص. وقد تحدث الشيخ وأبحر في هذا الأمر، وإني أعرج على فضيلته لأتعلم حتى أتكلم. طيب، فوائد الطاعة، ماذا تفعل الطاعة للإنسان؟ كثرة الطاعة مع كثرة الأذكار تؤدب الإنسان، فإذا تأدب فإنه يتجدد، وإذا تجدد فإنه يتقدم، وإذا تقدم فإنه يتعلم. وقد علمونا أن من لم يتجدد يتبدد، ومن لم يتقدم يتقادم، ومن لم يتعلم يتألم. وزارة الأوقاف تعنى الآن بالاستنارة الجماعية، بالانتقال من الاستنارة الفردية إلى الاستنارة الجماعية، مشاركة في بناء الوعي ومرحلة بناء الوعي، هذه المعركة الطاحنة لبناء العقول والاستعداد لمواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه، والاستعداد لمواجهة الحروب الجديدة من حروب الجيل الرابع والخامس، لأن الحرب أصبحت ليست بالأسلحة الثقيلة وإنما عن طريق العقول وغزو العقول والأفكار. ومن هنا صار لزاما علينا أن نشترك في هذه المرحلة وأن نتلاحم وأن نكون يدا واحدة في مواجهة الخطر بالطاعة. ليه؟ أروا الله في أنفسكم خيرا. على سبيل المثال صلاة الجماعة، وأنا لا أذكر هنا حديثا بسبيل أرجو أن ننتبه إلى الكلام. إن الله تعالى ينظر في صلاة الجماعة في قلب الإمام، فإن وجد في قلبه خيرا غفر الله له ولمن حوله من المأمومين، فإن لم يكن نظر في قلب المأمومين، فإن وجد في قلب أحدهم خيرا غفر الله له ولمن حوله من المأمومين ومعهم الإمام. وهذه من فوائد الطاعة، الطاعة الجماعية، طاعة الذكر، طاعة الاستغفار، الحوقلة، الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى العلامات. كيف يعرف الإنسان أنه بفضل الله تعالى قد قبل؟ إذا انتقل من طاعة إلى طاعة، إذا ذكر اللسان انتقل وارتقى إلى القلب والجنان، ثم انتقل وارتقى إلى الروح والسر، فصار من الذاكرين الشاكرين المستغفرين بالأسحار. اسمع: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض
اختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. الطريق الفائدة الوصول. دبر بن جندب خرج من مكة ما وصلش للمدينة ولكن نزل في القرآن وسنة وصل إلى أعلى السماء. في ناس هاجرت مع سيدنا النبي لكن خرج من خرج لأجل امرأة وخرج من خرج لأجل المال وخرج من خرج لأجل الفرار. هل هذا كذب؟ مستحيل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. إذن على الإنسان أن يستمر في طاعته وأن يبدأ ثم يترك الأمر لربه سبحانه وتعالى. على سبيل المثال بعض الناس يرى أن الطاعة ربما تشغل الإنسان عن الرزق. أهل الله يعلمون لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك. في مقام التوكل لا يجوز للإنسان أن يكون من المتوكلين إلا أن يأخذ بكل الأسباب، ولكن الأخذ بالأسباب دون التوكل على الله لا يكفي، والتوكل دون الأخذ بالأسباب لا يكفي، وكلاهما يحتاج للآخر. ولذا قال الشاعر إذا هممت بفعل أمر فاجعل التوكل مركبة العبور، وإذا عصاك الدهر يوما فسل المولى لتيسير الأمور، لا تجزع لضيق الرزق أبدا يرزق العصفور من بين النسور، كن شاكرا ما دمت حيا واعلم بأن أيام الدنيا تدور، واعلم بأن الله يعلم نظرة العين وما تخفي الصدور. طيب هل لابد للطاعة أن تكون عظيمة؟ يعني مثلا أنت تتحدث عن الصوم، الصلاة، الزكاة، الحج. أقول ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تبسمك في وجه أخيك صدقة. سبحان الله، الدين بتاعنا من جمال الدين أنه جعل الابتسامة صدقة. طاعة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإماطة الأذى عن القلوب صدقة. الإنسان لا يحقر من أي فعل ولا من أي شيء. الإبرة على شدتها ودقتها لا تستطيع أن تفعل شيء بدون الخيط الرفيع، والخيط على وهنه وضعفه لا يستطيع أن يرقع الثوب بدون الإبرة، وكلاهما يحتاج للآخر. هكذا الطاعة والمعصية، نرقع ثوب المعصية بكثرة الاستغفار والحوقلة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والسجود والاقتراب والندم. ومن فقه الإقبال على الله استشعار الجلال، الاعتراف بالتقصير والنقصان، مخافة الرب والخذلان، الطمع في عفو الرحمن، الندم على ما كان. وهذا ما يجعلنا دائما في طاعة وننتقل من طاعة إلى طاعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم قض الدين عن المدينين، وفك كرب المكروبين، اكشف الهم عن المهمومين، وازح الغم عن المغمومين، واشف مرضانا وارحم موتانا يا ارحم الراحمين. اكتب يا ربنا للحاضرين والسامعين والمشتاقين زيارة عاجلة إلى بيتك الحرام، وأذن لنا بالحج وبالوقوف على جبل عرفات هذا العام، ومتعنا برؤية الحبيب المصطفى في المنام. اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، وصب على أهل مصر الخير صبا، واجمع شملنا ووحد صفوفنا، وألف بين قلوبنا، وأخرج الشحناء والبغضاء من بيننا،
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وارحم آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومن علمنا وكل من كان له فضل علينا يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب تشفعنا بالحبيب اقض حاجتنا قريب هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم آمين. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمود الأبيدي على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب والذي يعقد ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي برعاية معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة في هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى مسجد الإحسان بمدينة الشروق. الحضور الكرام وعلماؤنا الأكارم حينما تحدثوا عن علامات قبول الطاعة نأخذ منهم ونتعلم أن من علامات قبول الطاعة موافقة العبادة للعمل والسلوك وأن يكون هناك أثر للطاعة على سلوك المرء وتصرفاته. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن أن مناقضة السلوك للطاعة والعبادة يجعل الأعمال كأنها هباء منثورا، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وحج ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إخوة الإيمان، نصل بكم إلى آخر فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك مع الابتهال والتضرع إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. عفوك ورضاك يا رب، اللهم اشرح صدورنا ويسر آيات القرآن
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وبهذه الابتهالات والمدايح النبوية والتي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف، نصل بحضراتكم إلى ختام فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي عقد ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي، وكان تحت عنوان علامات قبول الطاعة، تحت رعاية معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الذي يحرص منذ أن تولى الوزارة على أهمية وبناء الوعي لدى المرء المسلم ولدى المواطن المصري بصفة خاصة. فكانت هذه اللقاءات الطيبة التي أتاحت لنا أن نلتقي بهؤلاء العلماء المستنيرين، والتي أتاحت لنا التواصل لهؤلاء العلماء المستنيرين مع عمار بيوت الله تبارك وتعالى في شتى أرجاء مصر المعمورة. لقضية الوعي التي تحرص عليها وزارة الأوقاف قضية هامة في مثل هذه الظروف. الوعي أخوة الإيمان والذي يتجلى في سلامة الإدراك ودقته، والبعد عن المؤثرات المغيبة للمنطق،
الوعي إخوة الإيمان أمر زائد على مجرد السمع والبصر، فما كل من يبصر فما كل ما يبصره المرء يعيه، وما كل ما يسمعه يعيه أيضا. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإلى رجالات وزارة الأوقاف، وإلى علمائنا الأكارم، ونتوجه بالشكر إلى علماء وزارة الأوقاف الذين شرفونا وأكرمونا بهذا الحضور الطيب المبارك في هذا البيت العامر مسجد الإحسان بمدينة الشروق. إخوة الإيمان، في الختام تقبلوا تحيات فضيلة القارئ الشيخ ماهر الفرماوي وفضيلة المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف، وتقبلوا تحيات فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة فخر الجندي وفضيلة الشيخ محمود الأبيدي، وهذه تحيات محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.